أنا زوجة الفنان فريد غنام و قريت في سوبدوكو مراكش ايكول سوبيريور دو كوميرس عندي باك بلس 5 ماستر جيستيون فينانسيير. صراحة هي الفكرة ماشي ديالي أنا. من بعد ما جوجت بفنان فريد غنام من بعد لي فوتو ديال العرس اللي بارطاجاو لي زانفيتي ديالنا رجعت من شهر العسل جبرت تبارك الله عندي بزاف ديال المتتبعين اللي كنحسبو مع عائلتي ماشي متتبعين ومن ديك الوقت هما كيقترحوا عليا نعمل قناة اليوتيوب. الصراحة من غير المتتبعين ديالي أنا ما أصلا ما كنتش كنطرح هاد الفكرة على تشي حد مع عائلتي. صافي هادي واحد شهرين كنت جالسة قنطانة في الدار في تطوان راجلي كان مسافر عنده سواغي في أكادير قلت أران دابا نبدأ تليفون فيه كنعمل المونتاج عادي في الموراغو يعني مونتاج عادي منه كان بارطاجي في لاشين يوتيوب وعائلتي ديك الساعه عجبهم الحال وبداو كيشجعوني بابا اكثر واحد شجعني بزاف دايوغ عمل معايا واحد لا فيديو واحد الوصفه ديال واحد الحوته طيبناها اونصومبل. طبعا انا بلا فريد غنم طبعا كنت عملت واحد القناه فحالي فحال اي بنت خصها مينيموم واحد العام باش توصل 50,000 متتبع. يعني بما انني وصلت واحد الفتره قصيره اللي هي شهرين من 50,000 متتبع طبعا الفضل كامل كيرجع لفريد غنام. واصلا الصفحه ديالي لا الانستغرام ولا دادا فايتين 200,000 ابوني. انا قلت لك من مر العرس يعني حيت جبت فريد غنام. انا قلت لك في الاول العالم ديال اليوتيوب الصراحه يعني ما كنعرف فيه والو. دابا عاد بداو صديقات ديالي ديال اليوتيوبرز كيجيو عندي كيقولوا لي نعملوا كولابوراسيون كيشرحوا لي اذا بغيت نعمل مونيتيزاسيون. انا راه باقا ما كنتخلصش على داك الشيء. وباقا صديقات كاين عندي ود نبيله كنوجه لها تحيه من هنا. كاين غسيت اميره بزاف عاونتني بزاف عندها واحد لاشين غزاله ديال وصفات الطبخ بحال اسماء فحال هكذا. لا عمرها ما كانت الشهرة مزعجة لأن جربت في الفترة ديال الخطوبة أنا ورجلي ملي كنت كنخرج معاه بالعكس كيعجبني بزاف لي فان ملي كيجيونا عنده كيكبروا به وهذا كنفرح أكثر. شحال من واحد كيقول لي واش ما كتجيكش الغيرة. أنا بالعكس أنا اللي نقدر نقول كنزيد نساعده بلأن نبارطاجي الأعمال ديالو وداك الشيء مع الناس. دايوغ دابا عاد خرج واحد السينجل ديال نسى حكايتها كنتمناو تدخلوا تشوفوها في لاشين ديالو. هذا السؤال كيتطرح عليا بزاف وعملت واحد لي فيديو في يوتيوب وهضرت على كيف زعما ضعفت رجعت لا فورم اللي كانت فيا قبل من حبل. صراحه ضعفت اكثر من الاول. انا من دائما ضعيفه ومن الناس اللي كيحماقوا على الغلط دونك انا كنت ما كنخلي ما نعمل باش نغلط وما كنغلطش. الفتره اللي غلطت فيها ماشي هي في الحبانه ملي كنت كنرضع سمر كنت كنعاون راسي بالحلبه لان كتزاد من اضرار الحليب حب الرشاد ديك الاعشاب الطبيعيه كتغلط دونك غلطت في ديك لا بيريود هذيك. اي فوا ما بقيتش كنرضع سمر اوتوماتيكمون رجعت فحال اللي كنت بلا ما عملت حتى حاجه. واخا اولا انتنا اجمل وشكرا مزيونه في عينك وفي عين اي واحد قلبه بيض وكيشوف الجمال دونك انا كيطلبوا مني بزاف نشارك الوصفات لي ماسك داكشي اللي كيعملوا الاغلبيه ديال اليوتيوبرز. انا واحد الانسانه عفويه وما نقدرش نكذب على عباد الله ما نقدرش نمشي نشوف شي يوتيوبرز عملت شي وصفه مثلا ونعمل في حاله ونجي نقول لكم شوف هذه الوصفه راه كنعملها دائما. نقدر نقول لك انا واحد الانسانه راه باقي لحد الان ما كنعمل لا لي ماسك لا لي سوان لا حتى شي حاجه. طبعا كاين ضغوطات الحياه سورتو اذا كانت المراه خدامه او والده. انا خرجت من الخدمه ماشي على ضغوطات الحياه خرجت من الخدمه باش نبقى قريبه بنتي كثار ونشبعها كثار. واللي كنصح الامهات هي ان كل حاجه عندها وقتها ما كنحملش داك اللي كيخليو البيبي ديالهم في الكونه كيبكي واع واع. المهم هو الراجل يجي يجبر الدار نقيه ويجبر طيبه له شي شهيوه. لا الدين ديالنا ما فرضش علينا نعملوا شغل الدار. الرسول صلى الله عليه وسلم كان كيعاون في اعمال منزليه دونك هذيك واحد الطاش خصنا نقسموها حنا والراجل ديالنا. اول حاجه اللي تقدر تكون مفروضه علينا في الدين هي التربيه ديال ولادنا نعطيو لهم الوقت ما امكن.
الكلمه ديالي للجمهور، انا ما كنعيطلهمش الجمهور، راه فريمون من قلبي كنقول بلي ان هذوك عائلتي الثانيه كنحمق عليهم وكنبغيهم وكنتمنى يبقاو معايا. وانا العفويه ديالي بعض المرات كنقول شي حاجه اللي تقدر ما تعجبكمش، كنقول شي حاجه اللي تقدر ما تجيش على حسب الهوى ديالكم، ولكن صراحه بغيتكم تبقاو معايا ان شاء الله، حيت كنوعدكم بالجديد وبمفاجات ان شاء الله في هاد لاشين يوتيوب ديالي. وكنحمق عليكم وكنشكركم كاملين بكم، وكنتمنوا تشوفوا السينجل ديال فريد في لاشين اللي غتجبر ان شاء الله، وتتبعوا لالا بلوس اللي استضفتني، ودايوغ كنشكرهم بزاف على هاد الاستضافه الجميله، عجبني الحال بزاف، وتبعوا لاشين ديالي ولاشين ديال فريد غنم. شكرا بزاف.